ايفاء بالوعد. بالنيابة عن المتحف العربي الأمريكي، عن المركز العربي للخدمات الاجتماعية والاقتصادية، أغنيت المتحف، ذكرتنا بالجنوب، أغنيتنا بروح الصمود. بالنيابة عن هذه الليلة المليئة بالذكريات وبالإبداع، نتشكرك لحضورك ونتأمل أنه هالليلة هذه تتبع ليالي عديدة من هالمستوى من الشعر والإبداع. شكراً لك، يعطيك العافية. شكراً أستاذ الحر. والآن التكريم الأخير من قبل مدير المركز العربي للثقافة والفنون، يقدمها الدكتور علي عجل.